أهلا بكم من جديد. تم صباح اليوم توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية وتمكين لتمويل البرنامج الصيفي لرعاية الشباب، وذلك تلبية للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتعزيز دور الشباب في خدمة الوطن وازدهاره وتفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية. وتهدف الاتفاقية التي وقعها وكيل وزارة الداخلية سعادة العميد طارق بن مبارك بن دينا نائب الرئيس التنفيذي لتنمية المؤسسات والثروة البشرية بتمكين الدكتور أحمد عبد الغني الشيخ، إلى تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وتمكين لتعظيم العائد الاجتماعي وتعزيز المواطنة وروح الانتماء للوطن لدى الشباب. وتعمل تمكين بحسب الاتفاقية على توفير الدعم المالي للمعسكر الصيفي الذي يبلغ 218,500 دينار لتدريب 600 طالب، على أن تتولى وزارة الداخلية كافة النواحي الإدارية والفنية اللازمة للتنفيذ. وأشاد وكيل وزارة الداخلية بدور تمكين في دعم المعسكر الصيفي وصولا إلى جيل قادر على تنفيذ رؤية مملكة البحرين 2030، وبما ينسجم مع توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية. وأوضح أن رعاية الشباب تمثل أولوية قصوى في استراتيجية الوزارة للتطوير والتحديث التي يتبناها الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، مضيفا بأن الشراكة المجتمعية تشكل موقعا متقدما في كافة أنشطة الوزارة لخدمة الوطن واستقراره. من جانبه أشار نائب الرئيس التنفيذي لتنمية المؤسسات والموارد البشرية للتمكين بأن أهداف الهيئة تتمحور في رفع كفاءة الشباب البحريني من خلال توفير ودعم مختلف البرامج، وأعرب عن شكره لمعالي وزير الداخلية على دعمه للحركة الشبابية في المملكة، مؤكدا حرص تمكين على تطوير قدرات الشباب لمواجهة تحديات المستقبل.